قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأدلة على أن الطاعة والعبادة لله وحده، لقد قرر الله لنا في أول سورة النحل أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل يدعون أقوامهم بكلمة التحرير للحرية الحقيقية، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وذكر الله تبارك وتعالى في أول الأدلة على أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي يهدف هذا الخلق من أجل تحرير خلق الإنسان لإقامة دولة الله في أرض الله، لإقامة أحكام الله وشرع الله وأوامر الله في أرض الله. فالأرض لله والإنسان لله والملكوت لله، فينبغي أن ينفذ عليه أمر الله. وتأتي بعد ذلك أدلة تفصيلية لتذكر الإنسان، هذا الإنسان الذي يجحد وينسى ربه فيطيع غيره، تذكره بأن الطاعة بالأدلة القاطعة على أنه إن كان عاقلا ينبغي أن يطيع ربه ويتحرر عن العبودية لسواه. فيذكر الله الإنسان بالخلق، خلق الإنسان من نطفة، قطرة صغيرة من المني تلقح البويضة وتكون أساسا خلية أولى تنقسم اثنتين والاثنتين أربعة والأربعة إلى أن يتكون من هذه العين ومن هذه الأنف ومن هذه السمع ومن هذه البصر سبحانه وتعالى. بعد أن يولد الإنسان ويكبر فإذا به يخاصم في ربه، فإذا هو خصيم مبين بين خصومه، كما جاء أحد المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عظما باليا فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا العظم بعدما بلي ورمى، يعني صار رميم صار تراب؟ قال: نعم، يبعثك الله ويحييك ويجعلك في جهنم. والله يذكر بعد ذلك في الآيات التالية أن الإنسان العاقل الذي يستعمل عقله ولا يعطله بالأهواء والشهوات والتسلط على الناس، يشعر بنعم الله عليه، وأن هذه النعم ينبغي أن تدفعه إلى طاعة الخالق لأنه محتاج للخالق فيتحرر عن المخلوق. فيقول سبحانه: والأنعام خلقها لكم. الأنعام الإبل والبقر والغنم، خلقها، خلقها الله. ما في إنسان يقول هو خلق الإبل أو البقر أو الغنم، لا، خلقها الله لنا. لكم فيها دفء تستدفئون بأوبارها وأصوافها وأشعار الماعز، تجعلون منها البسط والسجاجيد والألبسة فتستدفئون به. لكم فيها دفء ومنافع، منافع كثيرة، تنتفعون بلحمها. الإنسان يحتاج إلى البروتين، وليست كل الحيوانات التي يأكلها الإنسان مفيدة، فالحيوانات المفترسة فيها جراثيم مضرة للإنسان وفيها أمراض تؤذي الإنسان ولا تؤذي الحيوان إذا أكل اللحم. والإنسان يأكل الحيوانات التي تتغذى بالحشائش والأعشاب فيحقق منها منافعه. ولكم فيها منافع، وأيضا هذه المنافع غير الأكل، قال: ومنها تأكلون. إذن المنافع يراد بها شيء آخر، تنتفعون بألبانها وتنتفعون بأصوافها وتنتفعون حتى بزبلها، الزبل الذي يؤخذ ويجمع ويعتبر أفضل سماد للأشجار، غير السماد الصناعي. السواد الطبيعي الذي يؤخذ من الحيوانات هو الذي يفيد الأشجار فائدة تامة. إذن لكم فيها منافع ومنها تأكلون من لحومها وتأكلون من حليبها وألبانها ومنتجاتها، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
انظروا أو اسألوا الذين يربون هذه الحيوانات كيف يرون فيها الجمال والمتعة عندما ترجع من المرعى إلى المراح، المراح المكان الذي تستريح فيه، فترجع وقد امتلأت بطونها من العشب وضروعها من اللبن فيحلب من اللبن ويتغذى، وتكون عنده هذه الثروة الحيوانية التي منها النتاج الحيواني الذي يفيد الإنسان ولا يستغني عنه. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، عندما تخرجونها للسرح للمرعى أيضا تخرج هذه الحيوانات جائعة وتستقبل اليوم الجديد بسرعة، فيكون فيها جمال لمن يقتنيها وسعادة. وتحمل أثقالكم، هناك من هذه الأنعام البقر تجر وتحرث، أما الإبل فهي متينة وقوية تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. جرب أن تحمل 50 كيلوغرام، تستطيع أن تحملها مسافة بسيطة، ولكن هل تحملها من بلد إلى بلد؟ سخر الله لك من هذه الأنعام من الإبل ما تحمل على ظهره، تركب وتحمل أثقالك إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلا بالجهد الشديد. إن ربكم لرؤوف رحيم، إن ربكم لكثير الرأفة، رحيم بكم، أعطاكم كل ما تحتاجون إليه من هذه الأنعام ومن هذه الحيوانات وسخرها لكم. طفل صغير يا إخواني يجر البقرة فتسير معه، طفل صغير يجر الجمل عفوا أو الناقة فيسحبها من خفامها أو من رسنها فتنجر معه وتسير. فهذا التسخير، من الذي سخر هذه الحيوانات؟ الله خالقها. فماذا تكافئون أنفسكم مع هذا الخالق المنعم؟ ماذا طلب منكم وأنتم ترفضون؟ أيها المشركون، طلب منكم أن تطيعوه لتسعدوا بما أنزله لكم من رحمة، من شريعة فيها الخير والرحمة تحقق مصالحكم. إن ربكم لرؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.